وفي الشروق قالت ان صحيفة الديلي ميل الانجليزية اتكلمت ان نادي وولفرهامبتون عنده رغبة في التعاقد مع رمضان صبحي المعار للنادي الاهلي من فريق هدرسفيلد تاون بعد الاداء المميز اللي بيقدمه صاحب ال22 عام واللي بتنتهي اعارته مع النادي الاهلي في يونيو من العام الجاري في الوقت طبعا اللي بيمتد فيه عقد اللاعب مع النادي الانجليزي ل 2021. ومن جهته قال نادر شوقي وكيل رمضان صبحي ان ادارة او اعارة اللاعب هتنتهي في شهر 7 ولسه في وقت طويل جدا لحد نهاية الموسم ومن المستحيل ان احنا نتكلم عن رجوعه لانجلترا او استمراره حاليا، يجب ان ننتظر لان هناك عدد من البطولات ما زالت جارية مثل الدوري ولا يزال هناك افريقيا ايضا ولا احد يعرف ما سيحدث في المستقبل.